وقعت حركتها لاخر شيء. برافو. بقى هاي الشغله اللي كثير منيحه هالمره، وبعدين الاكسبرسيون وصلت انك تعمليها كل مره، هذا اهم شيء. وببالك الشكل كيف طالع شعراتك، مش طالعه طانت. لا خلص تذكري بهويك الحالي عملوا لك طانت. بس النهار اللي قلت لي طانت كان شعري يعني، لانه انا بحب بحب اكثر سمبليسيتي عند المره، هو اللي بيعملها سبيسيال مثل ما هي يعني. اعطيني هالتكايه، اعطيني هالتكايه، لحقين بكره سكيلكم تصيروا هيك عمليات. الوحدة شفافة هالقد اهو شفافة للمرة قد ما عم بيعملوا عمليات النساء عندنا بالعالم العربي صاروا هيك كيف الصحة وبيغنوا هالقد كل وحدة شفافة هيك هيك هي بقى خليكم على طبيعي مثل ما انتم جمالكم مثل ما هو حلو هيك هون. عم راي بتمرة بحكي لصحابي. كأن عم نسبق لي فيك تزيد عليها كان شيء. ايه لا نقصي. بس شفت انه المغنى مرتاحة فيه وبتعرف شو بدها كمان. بس في مرات كان عم يكون الدوزين اقل شوي. خايفة من اللي باغول كنت نسيتهم بالريبيتيشن. ايه هي حلوة مع انه ما مثل بارد. انا بس انا كثير شفتها حلوة. ايه انا حسيت ناقصها شيء بعد كان. بس ما ذلك حلو هذا الإحساس حلو أنا أفكر بس حلوه الفكره ما بتعمل شيء ما عملك انا مرات بعرف هي الاكثر وحده نوعا ما بتجرب كل مره شيء بغناها وما بتجربهم هذا الخطر قلت لكم في خطر وفي مش خطر بس اجمالا هلا بقلب المغني بس مرات انتبه شوي بده شويه شد وزين لك عنهم اسماء هون تامر محمد رمضان واسماء لازم تعبيهم بشيء اسمعي غيرك اذا ما عندك شيء تعمليه مش بصير ضايع انه هلا بدي اخلص غنيه شو بدي اعمل كي خليكي كانك مدموجه بس عرفت بس خليه يبين اكثر الاكسبرسيون تحس انه واحد مشارك بالشغله مش انا خلصت وما عم بعرف شو بدي اعمل اسمع شو بعد ما نخلص فيني اقول لك شيء ممكن بدي اخوي شو ما كان اسيا ميزه يا ربي ممكن بس اقول شيء قبل ما المال
طلع انا شفته شرقي. ايه ميراك ويا حاجر صمين بالعلالي رح تضلك زيكم انه اتس نايس. انا حسيت رح تكون هيك الاغنية بعدين. بدي منك شيء لما تكبي صوتك لانه عنده بروجيكسيون وقت تبلشي مرات عم بيكون مش مدوزن. ليه؟ هلا الموال اول شيء الموال سمعت لي ايه موال انا؟ الموال الموال وقت مضبطه وعم بنزل من فوق ما عندك فكره البريشر على صدري قد ايه انه بعمل لا 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 مع احترامي ليكي كليا ما فيش بريشر حتى البريشر الولد يحسه. مع احترامي ليكي مهما حسيتي بريشر ما فيش بريشر قد البريشر بتحسه. هلا صار في خلاف طبيعي مين الطبيعي طبعا بترجع واول نوت عندي بو يعني زي بو في الاخر شايف مش مشكله هون بس الفكرة هي انه الموال طلع حلو بس طلع شوي شرقي. شو ناقص شكري؟ شو ناقص شكري؟ قل لي انت ميراء قولي لي شو؟ شو يا شباب يا صبايا؟ هذا راب and it's not his thing. بس ما شوي كاركتر. مش قصدي انه شوي مونوتوني فيه. بدها شوي تاكي. طب انا ده الشيء كنت عايز اقوله. يا حبيبي. My issue with the song اللي انا ما كنتش عارف اعمله ان الاغنيه من اولها لاخرها it's لا غير راب يعني في راب يعني راب يعني I can deal with rap. بس it's a word done with like phases. So the entire song is phases. يعني هو أصلاً هو بالذات هو دخل استوديو قالها كده وحطوا لأنه عم نعمل هيك. أنا بالنسبة لي بتمنى أنك أنت كنت تعملها بكاركتر. اوه بكره انت بتعملهم لو ان ذا فيري بيجينينغ هلا هيك غناها مثل ما مغنايه بالسيدي بس بعدين هي ميكس ات زون سوري بس فينا نعيد من وقت نبلش اشوف حسيت اني فت غلط ايوه لا الموال منيح ها ما فيش نوتس ما في مشكلة ما هي المشكلة انه بدك تروح عليهم بدك تسيبهم نو 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 هلا طلع كأنه عم تغنيهم يعني صار فيهم انتوناسيون صار فيهم نوع من المغنى ذا سونج از مونوتون حتى مهما حاولت اغنيها ذا سونج اتسيلف ذا نوتس ار مونوتون يو هاف تو ذاتس ماي اونلي ايشيو هذا الشيء هو ذاتس واي اي واز لايك ذاتس اونلي ثينج كان دو حتى سمعتها سي وات اي كان دو انا كنت شوي بعمل كاركتر اكثر كاركتر لا ده انا كومبليتلي معك من مي هاف غني Can you meet me halfway right at the borderline I swear I'm gonna wait مش طالعين هيك I'm dancing You are what? انا محلك لانه كل تبوياتك عندهم رقص بركض زياده ساعه كل يوم بس انا من اليوم هلا بتسمعي نفسك بعد شوي عندك كريتيك عليه قديش عم يبين صار